أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: يتيم كفله عمه بعد وفاة أبيه وتربى في بيت عمه، فهل بنات عمه يحل له الزواج منهن؟ هنا ما دام ما بينهم رضاعة فيجوز له أن يتزوج منه، ولو تربى في بيت أبيهن لا يجعل تربيته في بيت أبيهن لا تجعله محرما لهن، أجنبيات منه، إلا إن كان بينهم رضاعة. نعم.